بما انك اتكلمت عن المسؤوليه، المسؤوليه كانت داخل الملعب وخارج الملعب ايضا، يعني عايزين نتكلم عن دور برضو الكابتن محمود الخطيب. هو كابتن محمود الخطيب بالمناسبه بعد المباراه هنئ اللعيبه والجهاز الفني على الاداء وعلى الروح وعلى النتيجه. يهني جماهير الاهلي والنادي الاهلي واللعيبه ويعني نفسه حقيقه، ان هو ثقه كبيره جدا. حتى واحنا كنا بنلعب انت كنت معايا في نفس الجيل وعلاء عارف القصه دي كويس قوي. هو لما كان بيبقى وسطينا واحنا بنلعب حقيقه كان بيدينا ثقه كبيره قوي. انا بجري في الملعب زي ما انا عايز، ما عنديش مسؤوليه كبيره عليا لان الكبير موجود، خدت بالك، مصطفى عبده موجود، كابتن خطيب موجود، فكان في اسماء بتخليني انا كمان انطلق. صحيح. يعني دايما، فهو دايما هو متحمل المسؤوليه الحقيقه من ساعه ما كان لاعب لغايه لما دخل مجلس اداره لغايه لما بقى رئيس مجلس اداره. صح. الراجل الحقيقه يعني كتر خيره، حتى هو متحمل مجهود كبير قوي. احنا عارفين ان هو يعني في الوقت ده مجهود كبير على اي حد ان هو يكون واقف الوقفه ده كله ويستقبل النادي كلها وعشق الناس ليه وشوف الاستقبال اللي هو بيستقبله. يعني بيدينا برضو يعني وهج، يعني الحقيقه لما بيبقى موجود في اي حته بيبقى في وهج والناس فرحانه ان هو موجود في وسطهم، اذا كان مغاربه او مصريين او حاجه. ومن حق الناس انهم يشوفوه في المغرب، ومن حق الناس انها تحتفي بيه، ومن حق اللعيبه انها النهارده ترد له الوقفه اللي هو وقفها دي. اعتقد وجوده كمان ده دفعه معنويه عاليه جدا للعيبه النهارده. اللعيبه الحقيقه النهارده ردوا وادوا له مكسب كبير قوي معنوي. صحيح. يعني هو راجع النهارده ان شاء الله يرجعوا مصر بالسلامه باذن الله، واول ما هو هيبقى مبسوط ان كل المجهود اللي حصل ده توج بالفوز. والفوز حلو، والفوز بيجيب تركيز اكتر، مش هنفك يعني، الفوز بيجيب مسؤوليه اكبر. لكن انت النهارده لازم ما دام كسبت هناك 2-0 عندك مسؤوليه كبيره قوي قدام جماهيرك وقدام الدنيا كلها في ملعبك هنا. مظبوط. لكن ده ما يبقاش يعني تاني، لازم النهارده باذن الله تبقى البطوله بتتلعب في مصر باذن الله. باذن الله ربنا. كل التوفيق بنفس الشكل اللي احنا اشتغلنا عليه الحمد لله باذن الله. وبشكر اللعيبه كلها وبشكر الجهاز الفني وبشكر كل اللي جايين من مع النادي الاهلي من المغرب. يعني بنشكر برضو اير كايرو الحقيقه على الشكل اللي حصل، والناس اللي استقبلونا، السفاره المصريه. صحيح. كليله كل الجهود الحقيقه اذا كان النادي الاهلي او نادي الزمالك، فحاجه الحقيقه رحله كامله كده. احنا كنا يعني نتمنى ان احنا كمان كنا نكون بنعمل الاستوديو ده هناك يعني باذن الله. لسه مكملين.